بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية. مساء الخير عليكم كامل في هذا النهار الشباب. راكم تشوفوا في الشميسة كيفاش الله الله هذو الأيامات كاع جاو شابين. الله الله سخانة دفا شميسة مي نتحقوا حنا الشتا في هذو الأيامات. إن شاء الله ربي يرزقنا الأمطار إن شاء الله النافعة إن شاء الله الغيث يا ربي. إن شاء الله أغثنا بالغيث يا ربي يا ربي يا رب. اذا نرجعوا لموضوعنا كما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا في قطع تاع قماش منا حاله مخلطه منا. تقولوا هذه وش بها؟ هادو ايبا هادو قطع كامل مسترجعه تاع قماش قطني. عندنا اليوم حصه استرجاع للاقمشه اللي فعود نرموها ولا يعني هكذا نخبيوها هكذا ونسحق من يعني ما نديروش بها حاجه. نشوفوا كما اليوم واش راني حندير لكم. عندنا مناديل مسترجعة مناديل قابلة للغسل يعني لانجات لافابل. ديروها بأي أقمشة عندكم بشرط تكون قطنية كما راكم تشوفوا هكذا. عن هذا عندي هنا هذه لبسة تاع بيبي يعني صغار تاع لا أصلا ما لبستها لهمش كانوا مدوها لي هكذا لبستها هكذا بنتي هكذا أيامات. ومن بعد راكم تشوفوا في عذر رح نرميها. شوفوا كيفاش قطعتها. هناكم تشوفوا عندي قطع وراح نديرها لينجات لافابل. انا ما حبيتش نزيد نكملها هكذا كما تشوفوا. خليها هكذا تجي شباح تجي هكذا الشكل تاعها هكذا. ديروا اشكال اللي حبيتوا. خليتها هنا هذه الجهه فيها الرسم وخليتها انا كما راكم تشوفوا هنا هاي لك القفالي. واش راح نديرهم حاجه سامبل كما حبيتوا. تحبوا تخيطوا على برا هكذا وشنو هنايا تدخلوا هكذا وتدخلوا من الجهه الاخرى باش ما تضل يعني ما تضطروش ديروا بي ولا حاجه. كما هكذا تثنوا للداخل وتخيطوا كامل كامل كامل. انا حخيط هكذا خيط. انا حنخيط الخياطه اللي كنت متعودتكم عليها تاع للداخل. نخيط هكذا نقلب ونخيط ونخلي هكذا فتحه مثلا نخلي هذه ولا نخلي اي جهه. ومن بعد نغلق من هذيك نقلب ونغلق هذيك الجهه. هنا نفس الشيء عندنا هنايا. شوفوا هذو هنا القماش تاعكم تشفاو تاع السروال تاع بنتي الكبيره اللي كان مقطع درتو لبنتي الصغيره تلبس فيه يعني جاها روعه ما شاء الله جاها قيس قيس. كانوا بقاو لي منو هذاك الجزء الفوقاني درتو كما تشوفوا هنايا قطعت هكذا. وهنايا هذا قماش تاع يعني تاع السرابت ولا فواط الحمام. ايضا هذا نفس كيما لي درت لكم فيديو تاع البارح تاع يعني تاع الكون اكسيتيرا هذاك تاع المشوار. هذا نفس يعني من نفس الحانوت. كنت شريت ايضا وحده كبيره ب 10000 ولا ب 15000 درت لي ما شاء الله يعني ندير لكم ما شاء الله. هذه تسع للمشاريع يعني ديروا هكذا. شوفوا هنا هكذا درت هكذا جهه منا وجهه منا. اذا راح نخيطها بنفس الشيء راح نقلب الوجه على الوجه والقفاء البرا ونخيط ونخلي كي العاده الثقبه هذيك منين. ومن بعد هنايا هادو زوج اجزاء تاع اليدين هذاك تاع الكونيا هذيك الصغيره اللي وريتها لكم. راح هادو زوج نخيطهم مع بعضهم. وايضا نقلب كما وريت لكم نفس الشيء هكذا ونخيطهم هكذا. نتوما ديروا الاشكال اللي حبيتوها هكذو لانجات لافاب بايزومب. انا علاش نروح نشري باكي تاع لانجات 10000 ميم ماهوش غالي 10000. عندي يعني قماش اللي نقدر ندير به نمسح يعني لانجات ماشي غير لي بيبي لينا يعني هنا لل يعني الاثاث تاعنا للمطبخ اي حاجه اي حاجه تستعملوا هاد لانجات لافاب تمسحوا بهم وتغسلوهم تري بيان يعني تنشفوهم وتعاودوا استعمال تاعهم منهم اللي كنت درت شحال من وحده. هاي ديك هنا هذه ثاني هذه حنديرها زوج جوايه كيف كيف نفس الشيء. هادو كامل انا قلت لكم الخياطه سهله راكم عرفتوا الخياطه تاعي كيفاش. نخيط نقلب ونعاود نولي يعني. وانا هادو بالك نديرهم يدين هكذا منين يتعلقوا هادو البقايا حاجه يعني سهله. من حاجه مسترجعه ديروا حاجه يعني حاجه يعني مسترجعه ولا شيء تكون عباره عن لا شيء ديروا منها حاجه مفيده لكم لولادكم لداكم. من جات هذو لافابل كيما هكذا بايزومبل هكذا لي بيبي تاعي نمسح لهم نمسح لهم بها هكذا بصابون الظرف ون يعني نعاود نولي نغسلها شلها تري بيان ونشفها ونعاود نولي نستعملها دو كيف كيف. بايزومبل هذه لي انا زعما دي ماكياج زعما شغل غير ندير في الماكياج هزنا في صناعه داك الماكياج. المهم لي دي الماكياج بزاف هكذا تاني. تشوفوا حاب لي تشري بزاف هذوك يعني هذوك العفايس هذوك تاع القطن هذوك لانجات هكذا ولا تشري دير كيما هكذا تشري قماش تاع قطنيه 15000 ولا 20000 وتدير منه اللي تحب دير مشروع مربح. ايضا هذا عباره عن مشروع مربح جدا ليك ولا لولادك ولا يعني كيما حبيتي. انا المهم دوك هذو كامل نخيطهم نخيطهم كاع كيما قلت لكم ونرجعوا نشوفوا لي لانجات لافاب تاعنا ولا المناديل القابله للغسل. الغسل يعني اللي نقدروا نستعملوها اون اوتر فوا
ولا بلوزيغ فوا نشوفوها واجد. اذا هامليك لانجات لافابل تاعنا ولا مناديل قابله لل يعني للغسل هامليك واجدين كما راكم تشوفوا. شفتهم كانوا عباره عن قطع هكذا تاع قماش برك هكذا عشوائيه وحده منا وحده منا. شوفوا كيفاش بخيطهم ديرهم اشكال متنوعه. شوفوا كيفاش جاو. شوفوا هذه درت هنا كنت درت عفوا الجهه هذه والجهه هذه. شوفوا بشرط لانجات بشرط تكون يعني القماش تاع كوطون هكذا باش كي تمسحوا معاه يعني تمسحوا بيه لابو تاعكم ما يعني ما تاثرش ولا تاع لي بيبي تاعكم. شوفوا ديرهم لعده استعمالات. كنت درت لهم هنا يدين هذه هكذا نوع هذه هكذا منا درت كما قلت لكم هنا هايليك جهه تاع ذو خيط من بعد نحوهم جهه تاع سربيته وجهه تاع هكذا هذه كيف كيف هذه جهه منا وجهه منا. وديروا من الداخل نتوما واش حبيتوا ديروا اشكال اللي حبيتوها هكذا باش تعلقوهم. هنا هذو على شكل سياره هامليك هكذا وباليد ايضا منا هذه كيف كيف نفسها. وكنت درت لهم كامل بالزيكزاك منا هذه برك باسكو دي فوا تجيني شغل خشينه هنا داخل القماش يكون خشين ما نقدرش. مي هذو شوفوا درت لهم كامل يكون هكذا قماش رقيق هذا رقيق هذا يعني يساعدنا بيان في. اذا شوفوا من حاجه والو درنا لانجات لافابل تقدروا ديروهم كمشروع مربح. هذه اللي تحب دير مشروع مربح يعني هذه من ضمن الافكار تاع المشاريع المربحه. وايضا اللي عندها قماش هكذا في الدار يعني سواء مسترجع هكذا مستعملاته ولا هكذا كشما خيط وتبقى لها على جهه هكذا ولا تاع الدره ولا مهم حاجه تكون قطنيه هكذا تخيط دير لانجات هكذا وديرهم هكذا لوليداتها ولا ليها تمسح بهم دير بهم اي حاجه هكذا. شوفوا شحال شابين جاو هايلين روعه هكذا. شوفوا كيفاش بريزونطابل حاجه شابه بخطوات جد بسيطه. كلكم على الخياطه تاع نخيط نقلب ونعاود نولي نخلي هذاك فوق بوني نفتح منه ونعاود نولي نغلق كامل هكذا صاير داير. اذا ان شاء الله الفكره تاع اليوم كانت عباره عن مناديل قابله للاستعمال عده مرات وقابله للغسل. ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد من فيديوهاتي انا ام محمد والبنات. الى اللقاء ومع السلامه.